السيد محمد عنار البحريني مرتضى فال. السيد محمد عدنان يتقدم. فريح على يمينه، حلوة لعبها صح لفريح. فريح، يلا يا فريح، تقدم يا فريح، مر يا فريح، فيها خطأ. كرة محمد اشراق بيلعبها، محمد اشراق وتمر برا الملعب الى ضربة مرمى، لكن كانت خطيرة وهي لاف، خطيرة وهي لاف. ما علم، نركض ونركز شوي. يعني العربي ممكن يسجل هدف، على فكرة ممكن يسجل هدف، ما هو الا يعني اتحاد العاصمة الجزائري ما عنده صحيح دفاعه قوي فعلا، ولكن ما هو الدفاع اللي الحارس اقرب، حارس الزمموش يضغط. سيد محمد عدنان يقطعها ويلعب كرة امامية الان، يلا الموسوي استلم اول صح، استلم اول صح. اللاعب اللي بيلعبها على راحته علي مقصيد، يلا علي مقصيد يلعبها لافة، والسيد الله ركنية. السيد محمد عدنان يرتقي لكرة عالية حلوة لكنها برا الملعب الى ركنية في الدقيقة 37. فرصة في الدقيقة 37، ركنية الان هي الرابعة. كرة علي مقصيد، شوف السيد محمد عدنان لكن الحارس يوفق فيها. السيد البحريني السيد يلعبها والحارس يبعدها، ومرة ثانية وأيضا بيد الحارس. خلاص 4 دقائق، 4 دقائق